اهلا بيكم، انا مريم من شركه ريل سبيس للتسويق العقاري. هكلمكم النهارده عن مشروع في الساحل الشمالي تابع لشركه هايد بارك للتطوير العقاري. بس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد عن سوق العقارات في مصر. هايد بارك كشركه موجوده في السوق العقاري المصري من فتره طويله بمشروعها الاكبر في التجمع الخامس، وليها مشروع في اكتوبر. ومشروع النهارده اللي هنتكلم عليه ده موجود في الساحل الشمالي، هو مشروع هايد بارك الساحل الشمالي. المشروع ده موجود في الكيلو 207 في راس الحكمه تحديدا. وطبعا راس الحكمه زي ما كلنا عارفين بقت محط انظار كل المطورين الكبار، لدرجه ان مفيش شركه مطوره كبيره في السوق المصري الا وعندها مشروع موجود في راس الحكمه، والسبب هو جمال المياه والشواطئ. مساحة المشروع حوالي 250 فدان على البحر مباشرة، عرض الشاطئ حوالي 550 متر. نيجي للخدمات اللي موجودة في المشروع. في عندنا فندق، بالإضافة إنك تقدر تستفيد من خدماته الفندقية. عندنا داخل المشروع كلاب هاوس، لاند سكيب بمساحات كبيرة. عندنا سويمنج بولز، هيلث كلاب، كيدز اريا. عندنا تراكس للمشي والعجل بطول المشروع. المشروع فيه شاليهات وفيلات بأنظمة سداد مختلفة. نيجي لنقطة المساحات. احنا عندنا المساحات بتبتدي من اول 73 متر لحد 180 متر، دي للشاليهات، والفيلات بتبدا معايا من اول 346 متر. لشرح الماستر بلان ومعرفه اماكن الوحدات المتاحه وفيو كل وحده وايه انظمه السداد المناسبه، كلمنا على الرقم اللي موجود على الشاشه او من خلال لينكات السوشيال ميديا الموجوده في الديسكريبشن. اشوفكم على خير في فيديو جديد.